بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. يا من عودت اللطف أعد عاداتك باللطف البهج، واغلق الضيق وشدته، وافتح ما سد من الفرج. يا الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تتوب علينا فتوب علينا، إنا تبنا إليك فتوب علينا يا رب العالمين، وارحمنا. نستغفرك من كل ذنب ومن كل غفلة ومن كل ما لا يرضيك يا الله يا أرحم الراحمين، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على الطاعة ما حيينا يا رب العالمين. اللهم بصرنا بما ينفعنا، وخذ بأيدينا إليك بما ينفعنا، وعصمنا فيما بقي من أعمارنا، وارزقنا أعمالا زاكية ترضى بها عنا، وعافنا في الأبدان وفي الذرية وفي الأموال وفي الأوطان وفي الأقارب وفي الأهل وفي الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن يا رب العالمين. نوينا صيام شهر رمضان من هذا العام، فأعنا عليه يا رب العالمين وتقبله منا. ونوينا يا رب صيام غدا من أول يوم في رمضان، فأعنا على ذلك وتقبل منا يا رب العالمين. وعزمنا ونوينا على إقامة ليالي رمضان وعلى الاعتكاف في العشر الأواخر، فوفقنا لذلك وأعنا عليه يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نحن الآن في السنة السادسة، يعني سادس رمضان، في كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح الإمام البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، والمدفون بسفح المقطم في القرافة المصرية بجوار قبر سيدنا أحمد بن عطاء الله السكندري، رحمهم الله جميعا، ورحم الله جميع علماء المسلمين وآل بيت نبينا وكل من أسدى إلينا معروفا، ووالدينا وسائر المسلمين أجمعين. وهذا الكتاب لا نقرأه إلا في تراويح رمضان فقط، ومن عندما ينتهي رمضان نغلقه ولا نفتحه إلا في رمضان الذي يأتي بعده. فنسأل الله أن يتمه علينا، وأن يتم علينا رمضانات كثيرة بالعافية. وقفنا على الحديث 40، وهو حديث مشهور: 7 يظلهم الله يوم القيامة في ظل عرشه. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب العالمين، وذريتنا وآبائنا وكل أحبابنا وكل من لاذ بنا وكل من أحبنا في الله وأحبنا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه. والإمام العادل هو الدول العربية كلها معتصمة بتبحث عنه، معتصمين ومظاهرات بيبحثوا عن الإمام العادل، كفروا بكل أئمة الظلم الناس وبيبحثوا عن الإمام العادل، درجة باتوا في الشوارع وتركوا بيوتهم وجلسوا تحت السماء في عز الحر، وجلسوا تحت السماء في عز المطر والبرد من أجل البحث عن هذا الإمام العادل الغائب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرده إلينا. يبقى أول واحد الإمام العادل،
وشاب نشأ في عبادة ربه. يعجب ربنا من شاب ليست له هفوة ولا نزوة، ربنا حفظه كده من صغره إلى أن يتوفاه، يقوم ربنا يعجب منه يعني يحبه. أما يعجب الله من إنسان يعني يحبه، وإذا أحب الله شخص لا يعذبه خلاص. لما يبقى هذا الشخص محبوب لدى الله معناه لا يعذب. وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجل قلبه معلق بالمساجد، المقصود بالمساجد هنا يعني بالصلوات، بمواضع السجود، يبقى باستمرار في ذهنه هيصلي الظهر امتى ويرتب مواعيده على هذا. اول ما ينزل اي بلد يسأل على مواقيت الصلاة اول حاجة، لانه همه كده. اول ما يروح حتة ما يعرفش القبلة فيها، اول قبل ما يحط الشنط، القبلة هنا ازاي يا جماعة، يقولوا له كده، يعني حافظ همه في الصلاة. فده قلبه معلق بالمساجد، كل ما يروح حتة يسأل فيها مية ولا اروح متوضي ولا اخد معايا مية، يعني همه اما يروح هناك هيصلي ازاي. ادي الرجل اللي قلبه معلق بالمساجد، يبقى حامل هم الصلاة ومرتب لها وهي في ذهنه، لدرجة يرتب مواعيده، نتقابل الساعة كام، يقول له بعد صلاة العصر، مش الساعة 6 والمغرب بيدنا الساعة 6، ما ينفعش. يبقى كل مواعيده تلاقيها مرتبطة بالصلوات. هنتقابل فين؟ نتقابل في المسجد الفلاني على صلاة المغرب. كل حياته كده، مش هنتقابل على الكازينو الفلاني ولا على الكورنيش ولا على نصة الشارع الفلاني، ويقف يعكس الستات على ما يجي اللي هيقابله ويبص على عورات الناس. لا، هذه الرجل اللي قلبه معلق بالمساجد، مقابلاته كلها في المساجد متعلقة بالصلوات. التاني مقابلاته على القهاوي وعلى النواصي وفي النوادي، هذا مش في باله بقى. يبقى اللي قلبه معلق بالمساجد أي بمواضع السجود، ومواضع السجود لكي يصلي الفرائض. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. زينا كده، احنا ما فيش علاقة بيننا الا حب في الله وفي رسول الله، لا انا بديكوا فلوس ولا انتوا بتديني فلوس، صح؟ لكن هي ايه؟ المحبة في الله. فان شاء الله احنا منهم اهو، لو استمرت هذه العلاقة ونرجو ان تستمر فاحنا منهم اهو. تحابا في الله، يعني انت مش جاي عشان الشاي اللي بيعمله محمد ده، حتى لو ما قدمناش الشاي برضه هتيجي، لان في حب في الله بقى، مش منتظر انت مصلحة معينة، مش ايه، مش رايع عشان ده منصب فهيجي ساعدك هيجيب لك وظيفة، او الراجل ده بيوزع فلوس في اخر الصلاة، ولا بنوزع فلوس ولا بنعمل حاجة، خدت بالك؟ انت جاي حب في الله. يبقى احنا اهو فيها اهو، الحمد لله وربنا كرمنا، احنا بنحب في الله وبنحب في رسول الله، اللي يحب النبي بنحبه واللي بيحب ربنا بنحبه، بغض النظر عن ان نعرف اسمه او ما نعرفوش مقدما كده، بغض النظر ان هو في ايده منصب ولا مش في ايده، معاه مال هيدينا ولا مش هيدينا، خالص بغض النظر عن هذا. ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وده ما بيحصلش الا للي مواظب على الجماعات، الناس اللي بيروحوا على الجامع دول بيصلوا الجماعه، ما هم دول يعني جايين من اجل مصلحه في الدنيا، كله جاي عشان يصلي وكله بينصرف، يتعرفوا في الجامع بقى، اللي مواظبين على الصلاه في الحي تلاقيهم عارفين بعض، يحبوا بعض، لان هم بيجتمعوا في الله وينصرفوا في الله. وبعدين لو واحد فيهم غاب يبتدوا يسالوا عليه، وفلان بقى له يومين ما بيجيش، ليه ما بيجيش، وهكذا. يبقى ادي معنى تحابه في الله. وقد يكون الحب في الله من انسان انت لم تلتقي به، زي حبنا في رسول الله، واحنا التقينا بالنبي واحنا بنحب النبي اكتر من نفسنا، يبقى احنا برضو تحبه في الله، بنحب الصحابه وما شفناهمش، كل الحمد لله المسلمين يحبوا الصحابه ويحبوا امهات المؤمنين ويحبوا الصالحين بغض النظر عن انه يعرفهم فين، ويحبوا اولياء الله الصالحين بغض النظر عن انه عارف اسمهم ايه ولا بيشتغلوا ايه ولا في اي بلد، سواء كان عايش او ميت. يبقى الحمد لله الامه في هذه الخصله،
وأنا أعتقد أن أمة النبي كلها هتبقى في الظل، لأن لا يخلو واحد من أمة النبي تلاقي فيه هذه الخصلة، مش كده برضو؟ ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، عفيف، يعني رجل عفيف بالرغم أنه هو رجل ويميل للنساء بطبيعة الرجولة، الرجل الكامل يميل للنساء لكن في الحلال بس، لو جات له مين في الحرام سلام عليكم، يبقى رجل عفيف لا ينظر إلى عورات الناس، ولا يعني لو عرض عليه الزنا ولو عرض عليه الحرام يفر منه فراره من الأسد، وله في سيدنا يوسف أسوة حسنة. فأدي النوع إيه من الناس اللي هو العفة. ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي رواية حتى لا تعمل يمينه ما تنفق شماله، فهل كده ولا كده؟ ما هو على حسب المسكين جاي له من اليمين ولا من الشمال، هذه الحكاية. لو المسكين جاي لي من ناحية الشمال هدي له من اليمين كده هعديها قدامي هشوفه، لكن هو النبي عايز يقول ايه؟ انك انت لما بتنفق تطلع ما بتعدش، طالما ما بتعدش يبقى ربنا يديك بغير حساب، زي ما تطلع بتديها له خلاص. فجالك من ناحية اليمين اديتها له باليمين، جالك من ناحية الشمال اديتها له بالشمال، وانت حاطط فلوسك في اليمين وفي الشمال وماشي. يبقى ايه من عادة الصالحين لما يجي يطلع الكرمة، يعني حط ايده ويطلع ما يعدش بقى، خدت بالك؟ لان اللي يعد ربنا يعد عليه برضه، ما يجرش حاجة. هو ربنا ما يعد عليك يعني مش مشكلة، يعني ما هو ربنا كريم هيعد برضه بكرم، لكن لو عايزه ما يعدش عليك يديك بغير حساب انفق بغير حساب، تبص لا ايه النفقة تجيلك برضو ايه انفق عليك. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كناية عن انه هو نفسه ما يعلمش انفق قد ايه، دي كناية على انه هو نفسه ما يعلمش هو تصدق بقد ايه النهار. واحنا كنا نعرف بعض مشايخنا يبقى مش عارف في جيبه كام، ماشي مش عارف في جيبه كام. وعلى فكرة الخصلة دي تلاقي في الاطباء برضه، يعني معظم زمايلي يبقى حاطط في جيبه شوية فلوس كده مش عددها، عشان كده ما يحبوا يسرقوا الاطباء في اوض العمليات، تعرف يعملوا ايه؟ ياخدوا شوية من الرزمة، عمر ما الدكتور هيكتشفها لان هو مش عدد اصلا معاه كام. لكن ما تاخدش ايه اللي بيسرق، ما ياخدش الرزمه كلها لانه يعرف على طول انه سرق، انما ما ياخده شويه ما هو مش عارف، هو حاططهم على بعض كده كل ما يحتاج يطلع شويه يصرف. فدي خصله موجوده في الاطباء، انا مشهوره فيهم بما فيهم انا يعني، واخد بالك؟ وعلشان كده اللي بيشتغلوا مع الاطباء يعرفوا ازاي يسرقوا الاطباء. ما انا بقول لك السر، يعني لما تيجي تسرق دكتور ما تسرقش كل الفلوس، هي اللي هيكتشفها، لكن خد شوية من الكومة اللي معاه وخلاص، هو مش هكتشفها أبدا لكن ربنا بيكتشفها، واخد بالك؟ فالواحد يراقب ربه أحسن، يراقب ربه أحسن. يبقى ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني معناه هو نفسه ما يعرفش هو طلع صدقة قد إيه، آدي معناه. ورجل ذكر الله عز وجل خاليا يعني منفردا ففاضت عيناه من الرقة، رقة الطبع، يعني عنده رقة من الطبع كده، مجرد ان هو يذكر ربه بس ويستشعر كده تقصيره مع الله او توالي نعم الله عليه مع تقصيره في حمدها، يوم ايه ياخده الوجد كده ويبكي، دي برضو من الخصال اللي هي تخليه داخل. وعلى فكرة السبعة مش هم سبعة، ده في أكثر من 90 خصلة من الخصال، لكن النبي هنا قال السبعة المشهورة اللي يندرج تحتها خصال تانية كتيرة قوي، ومرة هجمعها لك كده ونقراها لك كلها بأحاديث مختلفة، لدرجة الإمام ابن حجر
مؤلف رسالة لكنها غير موجودة في السوق الآن، نفدت، واللي يلاقيها يشتري لي منها نسخة أو 10 نسخ وححاسبه عليها. قال إيه؟ مسميها الخصال الموجبة للظلال. الخصال الموجبة للظلال للإمام ابن حجر العسقلاني. جمعها بقى من الأحاديث المختلفة في كتب السنن والمسانيد المختلفة، وجاب كل شاردة وواردة وراح، لكن لخصها الإمام القسطلاني في هذا الحديث في شرح صحيح البخاري. فاللي عايز يجيبها بتاعت ابن حجر يروح جايب كتاب شرح القسطلاني على صحيح البخاري ويجيب هذا الحديث ويقرأ كلام القسطلاني، فلخص ايه كلام ابن حجر العسقلاني في ايه في الخصال الموجبة للظلال، وجمعهم تحت بعضها في الشرح. واللي عايز يدور عليهم تاني، ما انا بغششك برضو عشان ايه تعرف توصل لهم، تروح لشرح الزرقاني على موطأ مالك في شرح هذا الحديث. الامام الزرقاني لخصها برضو في شرح هذا الحديث في موطأ الامام مالك، شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك، فتجدها هنا وتجدها هنا. لكن هي كانت مطبوعة زمان وشفتها عند ايه في مكتبة قديمة من مكتبات المشايخ اللي توفوا، لكن سألت عنها في الاسواق حاليا لم اجدها، فنرجو ان هي تطبع. فلو واحد عنده نسخة قديمة يديها لنا، نديها المطبعة تعيد طباعتها حتى تنتشر مرة اخرى. ظاهر الحديث كلام بقى ايه سيدنا ابن ابي جمرة رحمه الله، بيقول ايه ظاهر الحديث أن السبع المذكورين يظلهم الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول، ما معنى يظلهم؟ ومنها هل لا يكون هذه الخصوصية بهذا الظل إلا لهؤلاء المذكورين لا غير، أو لهم نظائر؟ كل دي أسئلة هيحاول يجاوب لك عليها. فالجواب عن الأول اللي هو معنى يظلهم، أن يقال معنى يظلهم بظله أي أنه جل جلاله يعافيهم من هول ذلك اليوم العظيم وحره بظله المديد ورحمته الواسعة. والكيفية، كيفية الظل دي لا مجال للعقل فيها، مش يقعد يقول بقى الكيفية ازاي يعني، ما هو ربنا أصله مش جسم عشان يعني يظلل. في روايات بظل عرشه، والعرش جسم، لكن هل الشمس هتبقى فوق العرش فالعرش يبقى بين العرش والشمس علشان يمنع يبقى ليه ظل؟ ما نعرفش الكيفية بقى، سيب الكيفية لله وخلاص. هنعرفها امتى؟ يوم القيامة لما نتقابل ان شاء الله تحت في هذا الظل هنعرف. لكن الوقت احنا ما نعرفش قوانين يوم القيامة ماشية ازاي. احنا الوقت عارفين قوانين امور الدنيا، وحتى مش عارفين كلها، احنا عارفين بعض الظاهر فيها، فما بالك إذا كنا احنا في الدنيا ومش عارفين كل قوانين الدنيا؟ هنعرف بعد قوانين يوم الآخرة اللي هو لسه ما جاش. وبالتالي هنا التسليم أحسن، مش تقعد بقى تقول الظل هيبقى كذا كيلو في كذا كيلو، وإنه هيبقى مش عارف درجة الحرارة كذا مئوية، ما ينفعش الكلام ده، الطريقة دي ما تنفعش، يعني اتقي الله في فهم حديث النبي. عشان كده بيقول لك إيه، والكيفية لا مجال للعقل فيها، لأن الآخرة يصدق بها ولا يتعرض إلى كيفياتها، لأن لها قوانين جديدة مختلفة. وأما قولنا وهل هو لهؤلاء المذكورين، يعني هو هذا الظل يعني لهؤلاء المذكورين أو أكثر، فقد جاءت أحاديث أخرى ذكر فيها آخرين، وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه مثل هؤلاء في الظل. يعني في ناس تانيين، بقول لك حوالي 90 خصلة غير يعني السبعة دول منهم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول خد السبعة دول احفظهم الأول، وبعدين كل شوية يدي تاني، لأنه نعم المعلم. ما لو قعد في قعدة واحدة قال لك 90 خصلة الناس هتنسى، لكن لما يقول مرة سبعة وبعد يومين ثلاثة يقول خصلة تانية منفردة، وبعد ثلاثة أربعة أيام يقول خصلتين، ده يحفظ دي وده يحفظ دي وده يحفظ دي. لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهم، فكان نعم المعلم صلى الله عليه وسلم. وهنا بحث لما جاءت الأخبار عنهم في أحاديث مفترقة،
فتفريق الأخبار لحكم منها قد تكون الأخبار بقدر ما يحتاجه الوقت ليكون لأهل الوقت اهتمام به كما جرت عادته صلى الله عليه وآله وسلم أنه حين سأله بعض الصحابة ما خير الأعمال فقال للواحد بخلاف ما قال لغيره، ويكون الجمع بينهما بأن نقول أخبر لكل شخص بما هو الأفضل في حقه، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم مثل الطبيب الذي يصف لكل شخص من الدواء ما هو الأصلح له، فطبه أي طب ودواؤه أي دواء، كما قال لعبد الله بن عمر نعم الرجل لو كان يقوم الليل، فرجع عبد الله لا ينفك ملازما قيام الليل. وقد يكون صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم في الوقت إلا بالذي أخبر به في الحديث الواحد، يعني إيه ربنا أعلمه الوقت كده، بعد فترة ربنا أعلمه تاني، يتفضل عليه كل شوية، ربنا يتفضل عليه فيخبر أمته، محتمل كده ومحتمل كده، لأن النبي ربنا ألهمه قال له وقل رب زدني علما، فكل شوية النبي يزداد علم، كل شوية النبي في كل لحظة النبي يزداد علم، حتى وفي قبره الشريف بيزداد علم، لأنه في كل لحظة، لأنه في قبره الشريف ما زال عبدا لله وما زال هو رسول الله، ولا يعني خلع وظيفته وخلع عبوديته بعد وفاته أب، وإحنا بعد ما نموت مش هنبقى عباد لله، إحنا عباد لله برضه. فالنبي ما زال وهو في قبره يزداد علم، وما زال وهو في قبره يزداد رفعة صلى الله عليه وسلم، كما كان في حال حياته وأكثر، لأن ربنا بيقول ولا الآخرة خير لك من الأولى، فكل لحظة تأتي على النبي آخرة بالنسبة التي سبقها، فهي خير له من حيث الفضل، وخير له من حيث العلم، وخير له من حيث الرحمة، وخير له من حيث الاطلاع على أمور العباد، لأنه هيبعث يوم القيامة شهيد على هؤلاء، هيبقى شهيد إلا لما يطلع على أمور الناس، فربنا ربنا يعرض عليه أعمال أمته وسائر الأمة، لأنه هيبقى إيه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك إيه على هؤلاء، يعني كل الأمم شهيد، هو هيبقى شاهد ما شافش حاجة ولا شاهد شاف كل حاجة، فلابد ربنا يوريه كل حاجة عشان هيشهد على حاجة شايف، يبقى في كل لحظة تعرض أعمالنا على النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عليه أحوال الأمة وهو في حال حياته، فأخبر عما يحدث حتى في الفتن في الأمور التي تأتي في المستقبل إلى أن تقوم الساعة، وما زال وهو في قبره الشريف تعرض عليه الأعمال صلى الله عليه وسلم، فما زال النبي في كل لحظة يرتقي وفي كل لحظة يزداد علم، لأن ربنا بيقول إيه وإن لك لأجرا غير ممنون، يعني غير مقطوع، يعني مستمر، وإن لك لأجرا إيه غير ممنون، يعني غير ممنوع، يعني مستمر، مش في حال حياتك بس، لا ده مستمر حتى وهو في الجنة، حتى ما يدخل الجنة وهو في الوسيلة لأعلى درجة من الجنة ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، ما فيش حد كده نهاية ربنا غير قادر أن يرقي فوقه، لا ده ربنا قادر يرقي فوق كل فوق إلى ما لا نهاية، اللي هو يسموه مقام الحيرة، زدنا فيك تحيرا، لأن تملي العقل إمتى يثبت ويهدى؟ لما يلاقي نهاية الحاجة يوم يهدى العقل، يوم العقل كل ما يجري ورا حاجة يفتكر حيوصل يلاقي نفسه لسه مفيش نهاية مفيش نهاية، يروح مستسلم بقى ويحتار، فهمت؟ دليل احتار، ادي معنى دليل احتار اللي كانت بتقولها أم كلثوم والناس مش واخدين بالها، دليل احتار لأن مش هي اللي قايلة الشعر ده، اللي قايلة الشعر ده شعراء تانيين كان ياخدهم وجد معين فيبتدي يترجمه في شعر معين وهي تغنيه، كل واحد بقى كل إناء بيفهم الكلام على حسب حاله، فهمت؟ كل ما ترتقي حالك تلاقي الكلام يتسع، وكل ما يبقى حالك قليل تلاقي الكلام يضيق على قد حالك، لكن الكلام يتسع، فآدي مقام الحيرة وزدنا فيك تحيرا،
انك انت تدرك ان الله لا نهاية لأفضاله، ولا نهاية لترقيه، ولا نهاية لمعارفه، ولا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار، وتجلياته لا تنتهي ولا تنحصر ولا تحد ولا تتقيد. مش دي حاجة تحير العقل بقى؟ آدي معنا وزدنا فيك تحير. ففي تحير يؤدي إلى اليقين، وفي تحير أيضا آخر مذموم يؤدي إلى الضلال. فلما تقول زدنا فيك تحيرا، يعني التحير الذي يجعلك تزداد يقينا بقدرة الله وبعطاء الله وبكرم الله. والاستعاذة من الحيرة، استعاذة من الحيرة التي تؤدي إلى الضلال والبعد عن الله. وقد يكون صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم في الوقت إلا بالذي أخبر به في الحديث الواحد، ثم بعد ذلك أخبر بالغير، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عذاب القبر: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا. هو أي في حديث عذاب القبر، لكن هو في حديث الكسوف، صلاة الكسوف. فيبدو أن هي إيه؟ سبق قلم من المصنف، سبق قلم، لأنه لما صلى صلاة الكسوف وأطال فيها إطالة شائدة زائدة، فربنا كشف له في محرابه كل الحوادث اللي هتحصل لحد ما أهل النار يدخلوا في النار وأهل الجنة يدخلوا الجنة. وعشان كده النبي في آخر الصلاة قال كده: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، يعني حال قيامه في الصلاة، في هذه الصلاة. لأن نزول الأحكام مفترقة، لما تيجي الأحكام مفترقة أيسر على المكلف من حيث الحفظ والاستيعاب والعمل به. وعشان كده: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيل. فقل كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يبقى كل ما يجي على ترتيب والتدريج أسهل للاستيعاب وأيسر للعمل ثم أيسر للحفظ للبلاغ. هذا من طريق اللطف، والله لطيف بعباده. وفيه وجوه أخر، لأن دوام تعمير الأوقات بالأخبار بأمور الدين وبشائره وأحكامه فيه تنشيط لنفوس العبيد وإظهار للرحمة بهم. فإن تردد أوامر المولى على العبيد وبشائرهم وجوائزهم ومراسلتهم دليل على العناية بهم، ولا شيء أفرح لقلوب العبيد من علمهم باعتناء المولى بهم وتكرار نعمهم عليهم. ولذلك أخبر عن أيوب عليه السلام لما عافاه الله عز وجل أنزل عليه فراشا من ذهب ملأ كل ماله من الأواني. الحديث ده مروي في البخاري، بس هو بيرويه بالمعنى، في قصة سيدنا أيوب. أخبر عن أيوب عليه السلام لما عافاه الله عز وجل أنزل عليه فراشا من ذهب ملأ كل ماله من الأواني، ثم رأى جرادة من ذهب تطير فجري وراها. بقى احنا ملينا لك كل أوعيتك وكل أرضك، ده واحدة بس طارق بتجري وراها عايز تصطادها، ما كفاية اللي عندك. لا، أصل الأنبياء دول مقامهم عالي. هو النبي مش بيجري وراها علشان طمعان فيها، لا، لأن حال العبد مفتقر إلى فضل الله، فهو متلبس بحال افتقار إلى الله مش الافتقار للنعمة. في فرق بين الافتقار لله والافتقار للنعمة. هو مش مفتقر للنعمة، ده هو مفتقر إلى الله، فبيظهر افتقاره إلى الله، وكلما أظهرت افتقارك إلى الله كلما أغناك. فهم؟ الأنبياء متلبسين بهذا المعنى. علشان كده سيدنا موسى قال إيه؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير. أنت أنزلت إلي خير كتير قوي، لكن ما زلت فقير إليك برضه. ربي إني لما أنزلت إليك من خير فقير. قال غني؟ ما قالش غني، لأن الغنى يكون بالله مش بالذات. لو استغنى بالذات دون الله يطغى،
كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه استغنى عن الله هنا يطغى. إنما طول ما هو شايف نفسه مفتقر إلى الله مهما أعطى ما في الأرض جميعا يفضل فقير إلى الله، عبد لله برضه. ثم رأى جرادة من ذهب تطير فجرى وراءها، فأوحى الله عز وجل إليه. هو ليه ربنا سأله وهو بيجري؟ ما ربنا عارف وهو بيجري بيظهر العبودية، لكن علشان احنا نفهم ليه جري. لا نفتكر لا سمح الله ان سيدنا ايوب طمعان في الذهب، يقوم ربنا يسأله علشان يجاوب، نقوم نفهم الأنبياء بتفكر ازاي. لكن كان ممكن ما يسألوش، ما هو يعلم. يبقى لما سأله الله لما تجري؟ علشان يبرئ ساحته ويعلمنا على لسان النبي كيف تكون العبودية. فهمت؟ فأوحى الله عز وجل إليه أما أقنعك كل ما أعطيتك؟ يعني كل اللي اديتهولك ده ما كفكش بتجري وراء فراشة من ذهب؟ قال بلى يا ربي، ولكن من يشبع من خيرك؟ لأن العبد مفتقر. كلما افتقرت إلى الله وأشعرت وبينت لله أنك محتاج، كل ما اداك وأنعم عليك أكتر. إنما ما ينعم عليك يقول لك كفاية بقى يا رب، مش فيه شوية عالم جهلة بالله؟ مسلم صحيح بس جاهل بالله. تيجي تقول له يا أخي اطلب من ربنا يا أخي 1,000,000 جنيه، يقول لك لا هي 1,000 جنيه كويس. بيطلب على قده مش على قد ربنا. يعني كتير من الناس تيجي تقول له اطلب من ربنا كده حجة كبيرة، يقول يا عم بس ولا عمرة. يا عم اطلب حجة كبيرة وخلاص، ما يمكن ربك يستجيب. اطلب على قد ربك مش على قدك انت. لكن في ناس جهلة بالله، يجي يطلب على قده هو. لا، قدك انت ايه؟ انت ولا حاجة، انت عدم، انت مالكش قد اصلا. ده انت عدم، هو العدم ده ليه قد؟ ليه مقاس؟ ما هو الحاجة اللي ليها مقاس لازم يبقى ليها وجود، تقوم تبتدي تبقى طول وعرض وتقيس. لكن انت اصلا عدم، انت عدم ولا حاجة، انت حاجة بالله. فلما تيجي تقول لا كده كفاية، رجعت للعدم. لما تقول يا رب انا لسه عايز، تفضل لك وجود. فهمت بقى الحكاية؟ فلازم الواحد يفهم. الانبياء فاهمين الحكاية دي، عشان كده الانبياء فاهمين الحكاية دي. سيدنا موسى يقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا بيقول له واستطعتك على عيني ولتصنع على عيني، مش كده؟ وقال له وجعل عليه محبة، ويجعله يتربى في قصر عدوه تربية الملوك، وهو أصلا من إيه؟ من أسرة بسيطة من أسر بني إسرائيل. لا، يوم ربنا ينعم عليه ويربيه في قصر الملك اللي هو عدوه، وينام على سريره ويخدمه خدمه. يعني نعم كتيرة شافها سيدنا موسى. ورغم كده يقول ايه؟ ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، ما زلت مفتقر. ادي حال الانبياء. مش تيجي تقول لك كفايه كده يا رب، لا لا لا، ما تقولش كفايه. لان ربنا يحب العبد اللي يطمع فيه، لأن ربنا ليس كمثله شيء. أي شيء آخر لما تطمع فيه يتضايق، إلا ربك، لأن الله ليس كمثله شيء. كل ما تطمع فيه يحبك، لأنه غني ولطيف بيك وبيحبك، وعارف أنك عبد ما تملكش شيء، ومهما ادالك ما زلت عبد وما زلت مفتقر. آدي الحكاية. شفت الأنبياء فاهمين المعنى ده. ولكن من يشبع من خيرك، فشكر الله له ذلك. لما عرف انه هو مش بيجري على الذهب عشان ذهب، لا ده علشان من فضل الله، فقام ايه؟ ربنا شكر له ذلك. ولما ربنا يشكر له ذلك يعني ايه؟ يعني يزيده من فضله. الوجه الثاني، نعرف واحدة يعني ايه بيننا وبينها قرابة كده عن طريق الزواج، يعني مش قريبة من العيلة، من حوالي 30 سنة. جوزها مريض وعندها عيلين صغيرين كده، عيل بتردعه وعيل تاني لسه بيحكي، ومرض وكان بيشتغل في المدينة المنورة وهو شاب. ف
فالدكاترة قالوا لها لا ده مرض وده خطير وعضال وقد يؤدي إلى الوفاة. بقت إيه تصلي طول الليل وتقول يا رب يا رب خففه بس لحد ما العيال يدخلوا المدرسة. دي دعوة دي؟ سبحان الله ربنا استجاب ليها وخف وقام. العيال دخلوا المدرسة الاثنين مات زي ما قالت. طب ما كنت يقول يا رب اشفيه لحد ما يجوز العيال بدل ما يسيبك أرملة وانت في عز شبابك. لأنها دعت على قدها. لا تدعي بقى على قد ربك. فهمت ازاي؟ فساعات الواحد يجي يدعي يطلع فقري على نفسه ونحس على نفسه. ما تبقاش نحس على نفسك بقى، واخد بالك؟ ما يصحش. تيجي مثلا عيان تاني يبقى عنده مرض معين، مش عارف يبلع مثلا، مش عارف يبلع ريق وعنده ورم كده. والله انا بحكي لك قصص حصلت مع المرضى يعني اللي بقابله. تيجي تقول له ادعي بس ربنا يشفيك، يقول بس كفايه يبلع ريقي. يا عم يشفيك خالص احسن، وانت هتعيش على ريقك؟ طب ما انت عايز تاكل تبلع لحمه برضو، عايز برضو تاكل شوربه، عايز برضو تدوق حته بسبوسه فاكهه، هو انت هتعيش على ريقك؟ لكن غباوه غباوه، ما تعلمش ازاي يطمع في ربنا، تطلب من ربنا الغني. فاهم؟ ادي الحكايه. الانبياء بقى عارفين كده. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا الحكايه، يقول لك اذا سالت الله فاسال ايه؟ فردوس الاعلى. مش الناس يقول لك بس ادخل الجنه يا عم وخلاص ان شاء الله على الباب. على الباب ايه؟ انت هتشتغل بواب هناك. احنا عايزين نبقى مع النبي. احنا عايزين نبقى مع النبي، لان الجنه جنه عشان النبي فيها. ولو دخل النار هتبقى جنه، عشان هيبقى هو فيها. هو سيدنا ابراهيم لما قعد في النار صارت النار ايه بالنسبه له؟ جنه. وصارت جنه ليه؟ عشان كان سيدنا محمد لسه في صلبه. فسيدنا محمد حيثما حل صارت الايه؟ المكان جنه. ادي الحقيقه. فهي جنه بالنبي. تيجي تقول له يا عم اطلب الفردوس الاعلى، يقول لك يا عم بس نعدي نبح الباب حتى. يا عم تقول امين، قول امين. خايف يقول امين ليه؟ لانه مش عارف ان ربه كريم، مش واخد باله، وان ربه غني، وان ربه عطاؤه كلام. كن فيكون. الحكايه سهله عنده، لكن هو بيقيس قدره ربنا على قدرته. ما ينفعش يبقى عايش في بيت ضيق تقول له يعني قول ربنا يوسع علينا ويرزقنا عماره، يقول لك يا عم بس شقه ثلاث اوض كفايه. الحمد لله. ما ايوه الحمد لله صحيح، بس انت اطلب من ربنا من واسع للدنيا وللاخره، مش للاخره وبس، لا للدنيا لانك عبد فقير. انت محتاج الدنيا عشان توصل لربك، فلو كانت دنيتك مريحه توصل وصول مستريح، ولو كانت دنيتك متعبه هتوصل وصول متعب. مش كده برضه؟ لان الدنيا دي عباره عن وسيله زي العربيه اللي انت راكبها عشان توديك للاخر. عربيه خربانه وكل خطوتين بتركنها وتقعد تصلحها، هتوصل مرهق. لا ربنا بقى ايه، ممكن تطلب منه احسن وسيله يوم يوصلك كده على بساط الريح، خفيف وجميل ومريح. واخد بالك؟ لانه الحكايه بفضل الله، مش زي ما انت عايز. لا ده فضل الله واسع. الوجه الثاني فيه دليل على أن أعمال الخير دالة على سعادة الشخص، يؤخذ ذلك من قوله عليه السلام سبع يظلهم الله فجعل موجب الظل تلك الأعمال. يعني أعمال العبد في الدنيا بشارة على حسن خاتمته. لما ربنا يسر لك أعمال خير كده دي بشارة على حسن الخاتمة، مع ان هي مش سبب حسن الخاتمه، بس دي بشاره. سبب حسن الخاتمه عارف ايه؟ التوفيق الاولي، ان ربنا جعلك من قبضه اهل الجنه بغير عمل. دايما الاول كده قبل ما تعمل عمل وقبل ما يبقى ليك وجود، ربنا قبض قبضه كده قال دي للجنه، وقبضه ثانيه دي للنار، وخلاص. اللي طلع في القبضه دي تلاقي بعمل اهل الجنه بيعمل، واللي في القبضه الثانيه بعمل اهل النار بيعمل. فالتوفيق الحقيقي هو اختيار الله عز وجل الأول.
طب وعالمته ايه في الدنيا؟ ان تلاقي اعمال الصالحه ميسره، وتلاقيك تكره الايه الشر، وتكره الظلم، وتكره البعد عن الله. يبقى كل ميسر لما خلق له. اللي خلقوا للجنه تلاقيهم ميسرين لاعمال اهل الجنه، واللي خلقوا للنار قاعد طول النهار يتخانق، لان اهل النار طول النهار هيتخانقوا في النار. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. فاللي عايش في خناقات كل يوم ده بتاع اهل النار بقى، ده غاوي خصام بقى. فاللي غاوي خصام وحياته نكد كل يوم، ويتخانق مع جيرانه، ويتخانق مع زمايله، ويتخانق مع اولاده، ويتخانق مع جوزه، ويتخانق مع طول حياته كده، وعنده اوضه مليانه دوسيهات قضايا بينه وبين الناس، دي بينه وبين اخوه عشان الارث، ودي وبين زميله علشان مش عارف ايه، ودي وبينه وبين جاره علشان مش عارف، ودي بينه وبين شريكه علشان عمل ايه، ودي وبينه ايه ده؟ وعامل توكيلات ل 20 30 محامي. ده حياته شقاق كلها، شقاق شقاق شقاق. ان ذلك لحق تخاصم اهل النار. دي حياه نار بقى، ما تنفعش. فهمت بقى؟ فيبقى ربنا سبحانه وتعالى اذا جعل الانسان من اهل الجنه، تقوم تلاقي حياته كده ايه؟ فيها سلام ووئام، لان اهل الجنه حياتهم ايه؟ على سرر متقابلين. ونزعنا ما في صدورهم من غل، ما فيش غل. فتلاقي اهل الجنه في الدنيا تعرفهم اللي ما فيش في قلبه غل. اللي هو طيب، واحد يسيء اليه يقبل عذر المعتذر. مش يملى في قلبه وعايز ينتقم كل شويه. لا، ده تلاقيه سهل كده. حد غلط معاه ويجي يعتذر له ولا يلومه حتى. ولا يلوم ولا كانه غلط. شوف النبي قال لهم ايه؟ اذهبوا فانتم الطلقاء. قال لهم حاجه؟ ذهبوا فانتم الطلقاء. طيب في احد قعد يلوم اللي نزلوا من على التل وكانوا سبب في مقتل 70 واسر 70، هو قال لهم ما تنزلوش من على التل، هم نزلوا. قعد بقى النبي يقتت فيهم؟ ابدا. خلاص قبل عذرهم وانتهينا وتعلموا من الموقف. ولا قعد يقول لهم مش قلت لك؟ بطل مش قلت لك دي. لأن مش قلت لك تعمل مشاكل وتكره الناس فيك طول النهار بتاع مش قلت لك؟ مش قلت لكم تسمعوا كلامي؟ لا يا سيدي، طالما حصل الحكاية يبقى ده قضاء الله. يبقى ترضى بقضاء الله بقى وتواجهه وتساعدهم على ايه؟ على ان هم يطلعوا من هذا القضاء. مش تقعد بقى تتفرج، وقاعد انت تتفرج وتلومهم. لا، ما انت معاهم، انت في نفس المركب. الوجه الثالث فيه دليل على أن جميع أفعال البر مطلوبة منا، وإن لم يكن بعضها فرضا. يؤخذ ذلك من وصفه عليه السلام ثواب الأعمال ولم يأمر بعملها، لأن كثرة الربح تخص بضمنه تحض، هي تحض حقها، هو كاتبها تخص تحض. اديني قلم كده، أصل الطبعة اللي أنا بقرا منها دي طبعة توراة محرفة، طبعا مش مراجعة كويس، عاملة زي التوراة المحرفة. هي تحض. انت عندك تحض ولا تخص؟ لا، تحض. يعني هو خلي النقطة دي على الصاد تبقى ضاد. لأن كثرة الربح تحض بضمنه على المعاملة. أول ما يجي سلعة معينة يقول لك ده لما تتاجر في السلعة دي هتكسب 200%، يعني كأنه بيقول لك تاجر فيها. هو ما قالكش تاجر، ده بيقول لك السلعة دي لو خدتها وبعتها هتكسب فيها 1000%. معناها ايه؟ بيحضك على انك انت التاجر في السلعة دي. ادي معنى. يبقى كثرة الربح تحضه على هذه المعاملة بدون ما يأمرك انك تتعامل هذه المعاملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يحكي لك ان السبعه دول ربنا بيظلهم في ظل عرش يوم لا ظل الا ظله، معناه اعمل كده بقى، لان ده ثواب كبير اهو. اذا كنت امام فخليك عادل، اذا كنت شاب فخليك عفيف، اذا كانت لك علاقه بالناس فخليها علاقه محبه في الله، اذا كانت لك علاقه صدقه فتصدق وما تحسبش، وهكذا. يعني كأن بيقول لك اعمل كده وهكذا. الوجه الرابع فيه دليل على أن أمر الآخرة بضد أمر الدنيا،
يعني على عكس أمر الدنيا. يؤخذ ذلك من أن الدنيا ندب إلى التقليل منها. يعني في الدنيا ربنا قال لنا إيه؟ متاع الدنيا قليل، وقال لنا فامشوا في مناكبها. الفسع ولا فامشوا؟ فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن في الآخرة فاسعوا إلى ذكر الله، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. يبقى في أمور الآخرة سابق، وفي أمور الدنيا امشي تلكع شوي، مش مهم، اللي حيجي لك حيجي لك. يعني كان بيقول لك الدنيا خد منها على قد الحاجة، لكن الآخرة حاول بقى تجمع منها على قد ما تقدر. يبقى إيه؟ الدنيا بضد الآخرة، أمور الآخرة توسع فيها، وأمور الدنيا على قد الحاجة. يؤخذ ذلك من أن الدنيا ندب إلى التقليل منها كقوله عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والآخرة رغب أو رغب في التكثير منها، وإن كان الشخص معه من العمل ما يتخلص به. وقد زاد ذلك إيضاحا قوله تعالى: ولا تمنن تستكثر. يعني ما تفتكرش أن عملك من ضمن تفسير الآية، يعني لأن الآية دي لها تفسير واسع أو بس من ضمن تفسيرها: ولا تمنن على الله بأعمالك الصالحة مستكثرا الثواب فتقلل بعد ذلك من الإقبال على الله. لا، ما تعملش كده، تقول كفاية بقى أنا حجيت 10 مرات وبنيت جامع وحفظت القرآن وبقالي 30 سنة بصلي في الجامع، كفاية بقى نصلي في البيت بقية العمر بقى. كده ولا تمنن تستكثر، ما ينفعش، لازم ايه على طول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اي لا تقل معي من اعمال الخير ما يكفيني فتقلل من العمل، على احد الاقاويل مما قيل في معنى الآية. الوجه الخامس فيه دليل على ان اعطاء الاجور على الاعمال لا يترتب على علة عقلية. يعني تملي اجر العمل مش مترتب على مشقة العمل، لا، ده مترتب على فضل الله واختيار، مش علة عقلية. عارف لو العلة عقلية يبقى العمل المشاق الشديد يبقى المفروض تاخد ثواب كبير عليه بقى، والعمل اللي هو سهل تاخد ثواب على قد سهولته. لا، ده مش كده، ده الأمور كلها بفضل الله بقى، مش مترتبة على علة عقلية. فيه دليل على أن إعطاء الأجور على الأعمال لا يترتب على علة عقلية ولا علية، لا هو علة ولا ايه، لا هي علة في الأجر ولا العقل ليه دخل في تحديد الأجر. يؤخذ ذلك من أن هذه الأعمال السبعة فيها واجب وفيها مندوب، والثواب فيها على حد واحد. وقد أجمعت الأمة بمقتضى الأدلة الشرعية على أن الفرائض أعلى من غيرها من الأعمال، فلو كان الثواب لعلة من العلل ما كان يسوي بين ثواب الفرض والند. العدل، الإمام العادل، العدل فرض. طب والصدقة أخفاها، لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني ما يعرفش قدرها. أما عرفنا أنها صدقة ما يعرفش قدرها يبقى دي سنة مش فريضة، لأن الزكاة تتحسب، يبقى عارف قدرها. كون هنا النبي بيقول بينفق ما يعرفش قدرها يبقى دي صدقة التطوع، فخلى صدقة التطوع سببها زي العدل في الإمامة، والعدل في الإمامة واجب وصدقة التطوع ندب، والاثنين ثوابهم واحد. فهمت بقى المسألة؟ هو الشيخ عايز يقول لك خد بالك من اللفتة دي. ما كان يسوي بين ثواب الفرض والندب، وقد سوى هنا بينهما، فليس ذلك لعلة. فإن احتج محتج بأن يقول تساووا في أن الظل عمهم وتفاوتوا فيه في عظمة امتداده وغير ذلك. يعني بعض العلماء يقول لك لا، ما هم الاثنين في ظل الله، بس ده في ظل الله على الحرف والتاني في ظل الله في الوسط. جبتها منين دي؟ بيوحى إليك يعني؟ فبيقول العلماء ما تتألش على الله ما يصحش، سيبها. يعني ده في ظل، الظل بتاعه وافي كده كيلو في كيلو، والتاني الظل بتاعه على قده متر في متر. طب جبتها منين بقى دي؟ هو الرسول أطلقها فخليها مطلقة، فهم؟ يعني ما يصحش تعمل كده في الفهم الحديث، لا تضيق الفهم على الناس.
فإن احتج محتج بأن يقول تساووا في أن الظل عمهم وتفاوتوا فيه في عظمة امتداده وغير ذلك من حسن أوصافه. ده ظل طبقة واحدة، التاني ظل طبقتين، وده ثلاث طبقات، وده ظل ظليل، وده ظل فيه تراوة، وده ظل ما فيهوش تراوة، وده ما يصحش. تقعد تميز بالطريقة دي يا عالم ما يصحش. يعني إيه الشيخ أبو جمرة عايز يخلي الأدب مع اللفظ النبوي، أطلقوا اطلقوا ولا تقيدوا. وغير ذلك من حسن أوصافه كما أن أهل الجنة يدخلون الجنة ويتفاوتون في المنازل. فالجواب الجواب عليهم يعني أن الذي أخبرنا بالجنة اللي هو يعني النبي أو ربنا، يعني يا إما النبي على لسان ربه أو إن الله أخبرنا في قرآنه برضو على لسان نبيه. ما هو القرآن فإنما يسترناه لسانك، ما هو النبي واسطة الوحي، فممكن يقول أخبر يعني النبي وممكن يقول أخبر يعني الله، فالحكاية واحدة. أن الذي أخبرنا بالجنة أخبر بتفاوت المنازل فيها، والذي أخبر بالظل لم يفرق. وأمور الآخرة هي غيب، والغيب لا مجال فيه للقياس ولا للعقل، وإنما الشأن فيها التصديق بها على ما جاءت به، اللهم إلا أن يكون بعض ما يستدل به على الزيادة في الأجر إذا نظر من طريق الجمع بينهم، فأرجع إلى طريق الأخبار كما هو أيضا. والوجه السادس والأخير اليوم، لأن الحديث ده جاي فيه 15 وجه، فإحنا هنخلص حبة حبة كده براحتنا. الوجه السادس فيه دليل على أن بعض الفرائض ثوابها أعلى من غيرها، لأن الذي هنا مذكور من الفرائض ثوابه أكبر من غيره من الفرائض، لأن المعافاة من هول ذلك اليوم أكبر الثواب، لأن من عوفي منه لم يبق عليه خوف. والله تعالى أعلى وأعلم، فربنا يعافينا من كل خوف في الدنيا والآخرة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، وجزاكم الله خيرا.